ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. هنعمل النهارده مع بعض العيش الفينو المصري، من احلى المخبوزات بجد اللي احنا مشهورين بيها قوي ويعني متميزين بيها. لو في يوم كده يعني مكسلين تنزلوا تشتروه، او يعني ما عندكوش مثلا عيش في البيت تقدروا تاكلوه او كده، هنعمل العيش الفينو بطريقه سهله جدا وبسيطه ومبتاخدش وقت خالص. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه دي المكونات بس اللي انا هحتاجها، مش محتاجين مكونات تاني. عندي دول تقريبا 3 كوبايات من الدقيق، هكتب لكم المقادير تحت بالظبط في صندوق الوصف. وعندي 3 معالق كبار من السكر، وعندي معلقتين ونص من الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه يعني تقريبا 40 جرام. عندي كوبايه من اللبن يكون دافي، وعندي معلقه كبيره خميره او اللي هو الباكت بتاع الخميره ده بيكون تقريبا 11 جرام. اول حاجه هحط الخميره والسكر على اللبن، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس مع بعض لحد بس ما الخميرة تبدأ تنشط. بعد كده هجمع بقى باقي المكونات كلها في العجينة. طبعا تقدروا تعجنوها على ايديكم بس بتاخد وقت اطول في العجن، فاهم حاجة تعجنوها كتير. هحط بقى الزبدة. الزبدة ممكن تسيحوها او ممكن تخلوها طرية زي ما هي، مش لازم ان انتوا تسيحوها. وبعد كده هحط المواد السائلة اللي هو اللبن والسكر والخميرة. هبدأ بأن أنا أعجن فيها، هي بتاخد تقريبا من 8 ل 10 دقايق عجن، فأهم حاجة بس نعجنها كويس قوي، حتى لو بدنا نعجنها بإيدينا يعني تاخد فترة معانا. العجينة لازم تتلم كده على بعضها ويكون سطحها ناعم، فعلى حسب نوع الدقيق اللي انتم مستخدمين ممكن تحتاجوا مع الكمية اللي احنا زودناها في الأول معلقتين كمان عشان العجينة تلم على بعضها. لو لمت على طول وما احتاجتش ان انتم تزودوا، خلاص كده يبقى تمام، يعني الدقيق بتاعكم نوعه كويس. فأهم حاجة بس تظبطوا المقادير، لو حسيتوها ناشفة قوي ممكن تزودوا لبن، ولو حسيتوا ان هي طرية قوي مش بتلم على بعض تزودوا معلقتين دقيق. هفضل بقى اعجن فيها كده لحد ما يكون سطحها ناعم والعجينة تتلم على بعضها، ويكون البولة كده كلها يعني اللي هي نطفت ولمت العجينة كلها على بعض. خلاص بعد 10 دقايق عجن هشيلها بقى. شايفين ازاي قوامها طري؟ يعني كل ما العجينة دي تكون يعني طرية وفيها نسبة رطوبة عالية، كل ما العيش معانا يطلع حلو قوي ومش ناشف كده من جوه. انا مش هخمرها دلوقتي، انا بس دلوقتي يعني هسيبها ترتاح شوية، يعني هكورها كده واخلي السطح بتاعها ناعم وهسيبها ترتاح 10 دقايق قبل بقى ما افردها. يعني هي مش هتختمر دلوقتي، هتختمر مرة واحدة بس بعد التشكيل. ده كده بعد ما سبتها 10 دقايق ترتاح عشان لما اجي افردها ما تقاومنيش. العجينه دي تقريبا وزنها 800 جرام، فانا يعني هتعمل 10 ارغفه من العيش الفينو، فتقريبا هيبقى وزن الكوره من 70 ل 80 جرام، ما تزودوهاش بس عن كده. لو ما عندكوش ميزان تقدروا ان انتوا بالنظر كده تعملوا الكور كلها قد بعض ويكون حجمها صغير مش كبير، عشان ما تبقاش يعني الرغيف معجن من جوه او مكتوم من جوه، فاهم حاجه يكون حجمه صغير. ممكن طبعا تعملوا الاشكال اللي هي الصغيره خالص، البيتي بان مثلا، او تكبروه عن كده براحتكم مفيش مشكله. سبت بقى الكور دي ترتاح وغطيتها شويه غطيتها بفوطه او ممكن بستريتش عشان بس ما تنشفش، وحطيت دقيق على السطح وخدت اول كوره. هفردها بقى بالنشابه على شكل اسطواني، وهبدا ان انا ابرمها والفها كده من الجنب اللي هو الطويل، هلفها على بعض. واهم حاجه اتاكد ان اللفه بس الاولانيه دي انا لفاها كويس او ضغط عليها كويس عشان بس ما يفكش معايا. هاخد بقى الظهر بتاع العجينه وهلزقه كويس قوي مع بعض، يعني الطرف العجينه الزقه مع باقي الاسطوانه دي. اهم حاجه اتاكد ان احنا لازقينه كويس عشان ما يفكش مننا لما يجي يتخمر او يتحط في الفرن. وهبدا ان انا اساوي كده العجينه، ابرمها شويه على الرخامه عشان بس يبقى شكلها مظبوط. ده كده الحجم الرغيف. انتوا تفكروا ان هي رفيعة؟ لا، فهي لما دلوقتي هتختمر الحجم بتاعه هيتضاعف وهيبقى مظبوط. حبيت اوريكم واحدة كمان. زي ما انتوا شايفين بضغط بس على اللفة الاولانية كويس، وبعد كده الف، ما يكونش اللفات كتير عشان ما يطلعش معانا معجن. واهم حاجة نقفل الاطراف. هخلص بقى الكمية كلها 10 ارغفة، وهكون محضره الصاج بتاع الفرن، حط عليه ورق زبده وهحط بقى العيش عليه. هسيبه يختمر تقريبا من ساعه لساعه ونص على حسب الجو عندكم. يعني لو دلوقتي مثلا الايام دي شويه برد فممكن ياخدوا فتره اطول من ساعه ونص تقريبا لحد بقى ما حجمهم يتضاعف. هغطيهم اهم حاجه عشان ما ينشفوش.
واسيبهم بقى. ممكن تفتحوا الفرن مثلا دقيقتين يدفى وتحطوهم جواه لحد ما يخلص التخمير. ده شكلهم بعد ما اختمروا، بصوا ازاي اتنفخوا واتملوا، شكلهم بقى حلو. هجيب بقى هدهن الوش بيضة، تقدروا لو مش عايزين تستخدموا بيض خالص في الوصفة دي تقدروا تستغنوا عنه، ممكن تدهنوه مثلا لبن، ممكن من غير حاجة خالص، بس البيض بيديله لمعة كده لذيذة وحلوة قوي. فبس ضربت بيضاية وهدهنهم، هدهن بيه الوش. خلصت بقى باقي الكمية، حطيت على نصهم سمسم. انا بحب بصراحة العيش الفينولي بالسمسم، ممكن تقدروا كمان تحطوا حبة البركة هتبقى لذيذة قوي. وسبت الخمسة التانيين سادة. هكون بقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 190 زي ما انتوا شايفين. حبيت بس اوريكم الكمية كلها، الحبة اللي هما السادة واللي بسمسم، شكلهم ازاي حلو يعني، واخدين كده قلبوزة كده لذيذ. ده شكلهم بعد ما طلعوا، خدوا تقريبا من 10 ل 15 دقيقة. شايفين ازاي لونهم طالع حلو جدا، ويعني ريحتهم كمان كانت حلوة، الزبدة مخلية يعني ريحة العيش الفينو لذيذ قوي، مفهوش بقى زفارة البيض او كده. فاهم حاجة بس تسيبوه يبرد شوية قبل بقى ما تيجوا جنبه وتحركوه من الصاج. ده شكله بعد ما برد، حبيت افتحه بس معاكم من جوه عشان تشوفوا ان هو قد ايه من جوه، يعني مش بقى مكتوم ومعجن او حاجة، لا بالعكس يعني خفيف جدا وكان حلو قوي. لونه كمان كان حلو، واخد لون من تحت ومن فوق حلو. تقدروا بقى تحشوا اي حشوات انتوا بتحبوها، مثلا طعمية، جبنة، يعني اي حشوة كده مصرية تنفع مع العيش الفينو الجميل ده. ممكن كمان شاورما هتبقى لذيذة قوي معي. شايفين ازاي لونه طالع تحفة وحلو جدا، والسوا بتاعه مظبوط، واخد كده يعني كله بقى هوا كده من جوه، وخفيف وكان لذيذ جدا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتظبط معاكم وتعجبكم. واهم حاجة ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وهستنى بقى كومنتاتكم. ولو محتاجين اي وصفة نعملها مع بعض ونتعلمها مع بعض اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم على خير قريب، وباي باي.